ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا برايك عشان يوصل لكم الجديد، ولأن وفيكم بأرخص سيارة اس يو في من شيري موديل 2024، اعرف سعرها الآن. تعتبر السيارة تيجو 3 هي أرخص سيارات رياضية تقدمها شيري داخل السوق المصري، على الرغم من تقديم موديل 2024 وزيادة سعرية جديدة شهدتها هذه النسخة بقيمة إجمالية بلغت 20,000 جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليا. وفي هذا السياق نقدم لكم أرخص سيارات SUV تقدمها شيري موديل 24، اعرف السعر والمواصفات. تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الأمامي ومحرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، بالإضافة إلى وجود فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD وعدد 2 من وسائل الحماية والقفل المركزي للأبواب. وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 مكيف هواء وزجاج كهربائي وجنوط رياضية يصل قياسها ل 17 بوصة، بالإضافة إلى إمبرايزر مانع للسرقة وإضاءة نهارية LED مع فتحة سقف كهربائية ومستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف مزودة بكاميرا. أبعاد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 حقيبة خلفية تتسع ل 550 لتر، الطول الكلي 4419 ملم، العرض الكلي 1765 ملم، الارتفاع الكلي 1651 ملم، طول قاعدة العجلات 2510 ملم. سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر، ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بقيمة إجمالية بلغت 20,000 جنيه، حيث تقدم بسعر 645,000 جنيه بدلا من 625,000 جنيه. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار سيارة SUV من شيري موديل 2024. لا تنسوا اشتراك في قناة حزر الرياض، دعم الوراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.